أولا نشكر حضوركم المشرف في صعيد مصر، وده رسالة الإعلام السامي إن أنتوا تنزلوا القرى والنجوع وما تقتصرش زياراتكم على المدن والعاصمة أو الأماكن اللي هي تحت المنظار. وطبعا وجودكم بين الناس في صعيد مصر طبعا مرحب بكم، وبنقدم رسالة أولا رسالة تأييد للقيادة السياسية في البلد، وإن الشعب المصري كله متماسك وإيد واحدة. بيتم في القرية هنا إنشاء مطافي وإنشاء عدد من المؤسسات الحكومية على رأسها طبعا مجمع مدارس تم إنشاء والانتهاء منه، طبعا مبنى الشؤون الاجتماعية، طبعا الصرف الصحي والغاز، وكل ده تحت التنفيذ، وتم تنفيذ مرحلة كبيرة منه، ونأمل تنفيذ الباقي في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. نحن على علم يقين أن الدولة بل العالم كله يمر بظروف متعسرة جدا، ولكن في ظل هذه الظروف المتعسرة ما زالت الحكومة المصرية تقف على أقدامها، وما زالت تقدم الدعم لمحدودي الدخل، وما زالت تقدم الزيادات للموظفين، وما زالت ترعى أبنائها. وهذه هي القيادة الحكيمة التي نأمل من الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفق القيادة الحكيمة وأن يوفق شعب مصر في أن يكون يد واحدة متماسك أمام هذه الفتن وأمام الإعلام المأجور الذي يبث السموم في نفوس الشباب عن طريق السوشيال ميديا. ونحن نبعث لهم برسالة أن شعب مصر متماسك، وأنكم مهما فعلتم لن تستطيعوا تفتيت عدد الشعب المصري، فالشعب المصري دائما يد واحدة ومتماسك، ودائما سيظل هكذا إلى الأبد.